عايزين نجهز بقى للعيد ونعمل وصفة حلوة النهاردة بالخل والفازلين، هنفتح جسمنا كله. الوصفة دي تحفة جدا، يلا تابع معايا الفيديو. اول حاجة هحتاجها النهاردة في الوصفة دي، معايا هنا الخل اللي انا بستخدمه في الاكل، الخل العادي. هاخد منه 3 معالق فقط من الخل، وهبدأ اضيف معلقتين من المية العادية علشان اخفف الخل ما يبقاش معايا مركز. تمام، بعد كده هضيف معايا ايه؟ معايا هنا اللبن المجفف اللي احنا بنستخدمه للاطفال، موجود في الصيدليات. هاخد معلقتين من اللبن المجفف وهبدأ اقلب بالشكل ده. تاني حاجة بقى هضيفها معايا برضو، معايا هنا النشا او المايوزين او الكورن فلاور، هاخد معلقة صغيرة كده برضو هبدأ أقلب. وياريت كل مكون نضيفه ونقلبه لوحده علشان ما يبقاش فيه تكتل في الوصف كده بالشكل ده. الوصفة دي بقى هتديكي تفتيح وتبييض تحفة جدا، كمان إزالة للتجاعيد. آخر حاجة بقى هضيفها معايا برضو، هناخد معلقة من القهوة، ودي مهمة جدا جدا بالذات لو انت هتضيفيها على بشرتك. لو مش متوفر عندك القهوة ممكن تستخدمي النسكافيه. وهبدأ بقى اقلب بالشكل ده كده كده. احنا خلطنا المكونات دي كلها بالشكل ده، هضيف ايه بقى؟ دي اخر حاجة زي ما قلنا، انا كنت بقول على اخر حاجة اللي هو بالنسبة للحاجات اللي هي البودر. اخر حاجة هضيفها بقى وهو الفازلين الطبي، هاخد منه نص معلقة فقط وهبدأ اضيفها على المكونات، وهنخلط المكونات كلها مع بعض. الفازلين تضيفيه اخر حاجة. تمام، هنقلب كده اهو، هنبص تلاقيه كله بقى يعني اتجانس مع بعضه بالشكل ده. بصوا بقى القوام معايا بقى كريم اهو. ودي بقى الخلطة اللي انا هستخدمها. استخدمي الخلطة دي قبل ما تدخلي تاخدي الشاور بتاعك، هتجيب معاكي نتيجة تحفة قوي، بتفتح الجسم كمان حلو قوي. لو الناس عندها تجاعيد، عندها اماكن فيها اسمرار تحت مثلا تحت الابط او ما بين الفخذين، الوصفة دي رهيبة، هتجيب من الاخر معاكي. طبعا احنا داخلين على العيد، فجهزي نفسك بقى بالخلطات التحفة دي عشان تديكي تبييض وتفتيح حلو، ملمس ناعم جدا للجسم والبشرة. طبعا الكمية اللي هتتبقى منك ما ينفعش ان انت تستخدميها، استخدميها المرة واحدة بس، يعني متعمليش كميات كتير، استخدمي الكمية على قد المرة اللي انت هتستخدميها. لو انت عايزة مثلا تستخدميها لجسمك كله، ضعف الكمية. هتستخدميها لبشرتك بس او المناطق الحساسة، ممكن تعملي الكمية دي كفاية قوي، لكن الكمية اللي هتتبقى منك ما تستخدمهاش تاني، ما ينفعش نستخدمها، ترميها على طول. هنواظب عليها ممكن مرتين بس في الاسبوع، كفاية قوي، ما تكتريش اكتر من كده، وهتشوفي النتيجة ان شاء الله من اول مرة هتستخدميها، هتلاقي تفتيح حلو قوي للجسم. ما تنسوش حبايبي بقى تشجعوني باللايك، وعايزة كومنت حلو منكم في فيديوهات تانية كتير جديدة، وصفات جديدة مع فكرة جديدة.